يزهر الإنسان حينما يعامل الآخرين بلطف. دائما بيسود الحب بيننا بشكل كبير جدا، وهنا أقصد ليس فقط على إطار الأسرة الواحدة بل حتى أيضا على المجتمع. الإنسان لما يكون متصالح مع نفسه بيقدر ينشر المحبة والسعادة والإيجابية بمحيطه وتحديدا بين أفراد عائلته. أنا وإنت وإنت. الابتسامة دائما هي الفارق الكبير، لأنك أنت تكتسب ود وحب من حولك. نحن بهذا الوقت بأمس الحاجة أن نكون إيجابيين، بأمس الحاجة حتى لو ابتسامة صغيرة ممكن تعمل فرق كتير كبير. ودائما تذكروا أن الابتسامة صدقة.